بسم الله الرحمن الرحيم. ربما وقيل غادي نكملوا مسلسل ديال التحكيم اللي ربما دخلنا في واحد اتجاه اللي كنا ربما كنقولوا تكون الاخطاء تحكيميه، ولكن الاخطاء التحكيميه ملي كتكرر في كل مقابله ما كتوليش اخطاء تحكيميه ولكن تكون عمليه مقصوده. وربما هذه ثلاثه ولا اربعه ديال المباريات اللي لعبناهم كلهم كان ربما التحكيم هو كيغير المسار ديال المقابله، اليوم غيرها بطريقه كبيره بزاف، سواء ضربه جزاء اللي ربما لاحظتوا بانها غير ما عمريش ربما في حياتي الرياضيه ان هذه ضربه جزاء بك الشكل هكذاك، حتى اللاعبين الخصم اللي هما كانوا شبروا كره ومشاو باش ينفذوا عمليات ديال الركنيه كيتفاجئوا بان الحكم عطاهم ضربه جزاء. وكملوا جمله الحكم الشرط اللي ربما متبع نهائيا غافلين ولا ما نعرف ربما، لان انا في لقاءات اخرين كنت كنقول بان العمليه التحكيميه كاين خطا وتحكيم معرض بشر، تحكيم مباشر يمكن يخطا يمكن يصيب، ولكن ملي كتكرر وكتكون نفس الفرقه انا كنشير بالاتهام وكنشير بلجنه التحكيم، لان لجنه التحكيم هي المسؤوله، لان ما كتاخذ لا قرارات ولا كتدافع على كتحمي كيف كتحمي ربما كتحمي الحكام ديالها، لان الدور ديال الحكام هو تحسين جودة ديال اللاعب، تحسين مستوى ديال اللقاءات. هنا بهذا المفهوم هذا راه كتشوه وكتغير المسار ديال النتائج، وربما لا سواء ضربة جزاء او التنفيذ ديال ضربة جزاء، لان اللاعب اللي سجل العمل اللي سجل ضربة جزاء كان داخل قبل ما تضرب ضربة جزاء، وهذا كان الدور ديال الحكم الشرط اللي كان خصو يتبع اللاعبين قبل ما تنفذ العملية يكونوا خارج مربع العمليات. وهنا ربما كنقول بان المسار ديال المقابلة اليوم الحكم كان عنده تأثير عليه، وربما ضيعنا مجهود النقاط بحال اللي الحكام اخرين مجموعه ديال النقاط، وهذا ما عرفتش واش عمليه مقصوده الفرق الطنجاويه نبقاو يعني نتصارعوا بيناتنا، والفرق اللي خارج المدينه هما اللي كيفوزوا، لان ملي كنلعبوا حنا مقابلات على برا وكيجينا حكم ماشي من طنجه وكيتعامل معنا معامله اللي ربما انا كنظن بان كنرجعوا عندك التحكيم ديال الستينات، وكان الحمد لله لان كاينه دابا وسائل ديال الاثبات، كاينه وسائل اللي كتاكد الكلام ديالنا ولا لا، وكنظن بان المشاهد ملي غادي يشوف اللقطات ديال ضربه جزاء والعمليه ديال التنفيذ ديالها غادي ياكد المقوله ديالي. وكنشكر الصحفي اليزامي على المجهودات اللي كيقوم بها وكل الحقائق، ربما لما كانش الا ما كنتيش نتوما في هذا النزيله الراي العام ما غادي يشوفش هذه الحقائق هذه، وغادي يبقاو غافلين، لان التحكيم ربما كيف كيطلب منا حنا نحترموه حتى هو خصو يحترمنا داخل الميدان ويؤدي بدون تحيز لا هذا ولا هذا، لان في الاخر هي مقابله رياضيه ما فيها لا استفاده ماديه ولا حتى شي حاجه. وشكرا.